السلام عليكم حبايبي ابراهيم بريمير فور، نكمل مع بعض في الكورس بتاعنا. نبدا عندنا كده في ليسن 2، بقى في ليسن 2 بنبدا نتكلم في منهج بريمير فور. بقى في الكريكلم بتاعنا في بريمير فور بنبدا بالادابتيشن الليفنج اورجانيزمز. هو يعني ايه ادابتيشن؟ الادابتيشن ده يعني دي صفه موجوده عند الليفنج اورجانيزمز بس. ايه بقى الادابتيشن ده؟ احنا دلوقتي زي ما دايما بنقول احنا in cold weather. in cold weather يعني لما يكون الجو very cold، الجو برد جدا، احنا بنعمل ايه؟ we wear heavy clothes. بتلاقي نفسك كده اوتوماتيك لبست حاجه تقيله. طيب in hot weather، طب in summer بقى الجو بيكون very hot، احنا بنعمل ايه؟ we wear light clothes، بتلبس حاجات خفيفه. اللي انت بتعمله ده اسمه adaptation، يعني انت بتلائم او بتتكيف مع ال weather، مع الجو اللي انت عايش فيه. ليه بنعمل كده؟ to survive، عشان نفضل عايشين، عشان ما نموتش. لان يعني دلوقتي لو احنا الجو very cold وانت مش لابس حاجة تحميك من ال cold weather وت warm your body او تدفي جسمك، you will die، ممكن نموت. طيب the same بقى for living organisms. ال living organisms ربنا اداها شوية characteristics، صفات موجودة عندها help them in adaptation، بتساعدهم في الادابتيشن ده. والادابتيشن help them to survive and reproduce، عشان يقدروا يفضلوا عايشين. and reproduce يعني زي ما قلنا reproduction، يعني living organisms بتنتج او بتخلف افراد جديده، بتدي new babies. يبقى احنا كده لما نيجي نتكلم عن الادابتيشن it's a characteristics، يعني صفات help living organism to survive and reproduce. يبقى لما نيجي نتكلم عن the importance of adaptation، ايه الهدف من adaptation؟ to survive and reproduce. The adaptation it's a characteristic help living organisms to survive and reproduce. حاجة عند living organisms بتساعدهم ان هم يسرفايف، يعني يفضلوا عايشين. and reproduce طبعا عشان ينتجوا new babies او يدونا living organisms جديدة. طيب احنا بقى لما بنيجي نتكلم دايما لازم ابقى عارف ال environment اللي عايش فيها living organism. environment او habitat او ecosystem معناها the place where the living organisms live، المكان اللي بيعيش في الليفنج اورجانيزمز. يبقى الادابتيشن بيكون اصلا ادابتد ليه؟ على حسب الانفايرمنت. الانفايرمنت او الهابيتات او الايكو سيستم يعني ذا بليس وير ذا ليفنج اورجانيزمز ليف، المكان اللي بيعيش في الليفنج اورجانيزم. يبقى انت كده دايما دايما بنقول ايه؟ انت في الادابتيشن لو الويذر كولد، اعرف ان الادابتيشن ان الليفنج اورجانيزم نيد تو بي وورم. طب لو ال weather hot يبقى ال adaptation لأن ال living organisms need to be cold. يبقى أنت لو ال living organisms عايشين in cold weather، في جو cold يعني جو برد جدا، هنلاقيهم إن هم need to be warm، عايزين يبقوا اتدفوا. هتلاقي ال adaptation بتاعتهم help them to be warm أو to warm their bodies. طب لو هم عايشين في hot weather زي الديزرت مثلا، هلاقي الادابتيشن عندهم تو نيد، او هلاقي ان هم نيد تو بي كولد، هم عايزين يبردوا جسمهم، فلاقي الادابتيشن بتاعهم تو كول او تو ايه، تو كيب ذير بودي كولد. يبقى انت في ادابتيشن دور على الانفايرمنت الاول، دور على الويذر، على الجو عامل ازاي، فانت هتعرف هو ليه ربنا اداله الكاركترستكس دي. طب احنا عندنا بقى الادابتيشن دايما بنقول ان هو ممكن يبقى structural or behavioral. structural يعني ال shape of body، يبقى structural adaptation ليه علاقة بال shape of body، شكل الجسم. behavioral adaptation بنتكلم عن ال acts، يعني ايه ال acts؟ يعني التصرفات ال living organisms بيعملوها. يبقى هنا عندي ال structural adaptation يعني ال shape of living organism، شكل البادي بتاعهم، شكل الفينجرز، شكل الاير، شكل الايز، شكل لون السكن بتاعهم. يبقى ال shape of body اي حاجه ربنا خلقها في شكل البادي يبقى ده اسمه structural adaptation. behavioral adaptation يعني ال acts، التصرفات اللي بيتصرفوها ال living organism في وقت معين من اليوم، في وقت معين من السنه، في وقت معين بنلاقي ان ال living organisms بيعملوا حاجه معينه. زي مثلا ما اقول ان ال bird is active during day، بنلاقي البيردز دايما بيصحوا الصبح بدري ويخرجوا يدوروا على الفود بتاعهم. طب الباتس، الباتس اللي هو الخفاش دايما بيدور على الفود بتاعه ات نايت. فكده الاكتيفيتي دوت البيهيفيرز او الاكتس اللي هم الاكس او التصرفات بتاعتهم والسلوكيات بتاعتهم، ده بنسميه بيهيفيرال ادابتيشن. يبقى الاستراكشر دي حاجه مش بيعملها بمزاجه، وحاجه ربنا خلقه بيها كده. البيهيفيرال بقى حاجه بيعملها بمزاجه، فده بنسميه ايه؟ بيهيفيرال ادابتيشن. في حاجة تانية، نوع من أنواع الأدابتيشن بنسميه كاموفلاج. يعني إيه كاموفلاج؟ كاموفلاج دي معناها تمويه،
تخفي. يعني انت لو لابس مثلا لو انت واقف between green trees trees وانت لابس تيشيرت لونه green مش هتبقى باين من وسط الاشجار. فده اسمه ايه؟ اسمه كاموفلاج. لو احنا مثلا بنشوف الباترفلاي، الباترفلاي بتكون colorful عندها colors كتير واقفه ما بين الفلاورز، you can't see it مش هتشوفها لان الباترفلاي وسط الفلاورز بتعمل حاجه اسمها adaptation سوري كاموفلاج. الكاموفلاج it's a type of adaptation، نوع من انواع الادابتيشن، بيبقى عباره عن ability of organism to hide in its environment. ability of organism to hide in its environment. A living organism بيكون عنده قدرة ان هو يستخبى ما بين الانفايرمنت بسبب الايه؟ بسبب الكالر بتاعه. يبقى في الكاموفلاج لما بلاقي living organism has the same color of its environment، طالما نفس الكالر بتاع الانفايرمنت يبقى ده اسمه كاموفلاج. اسمه كاموفلاج. يبقى انا لو انا لقيت ان الادابتيشن عندي حاجه ليها علاقه بشكل البودي، الشيب اوف بودي ده اسمه ستراكتشرال، زي مثلا الكالر فير او الفير كالر لون الفرو بتاع الانيمالز ده ستراكتشرال، بس في نفس الوقت الليفنج اورجانيزم بيستخدمه تو ميك كاموفلاج. اي اكتس او بيهافير او اكتيفيتي حاجه بيعملها الليفنج اورجانيزم كده في وقت معين يبقى ده اسمه بيهافيرال ادابتيشن. تيجي بقى نشوف الاكزامبلز كده عندنا. لما اقول the fingers of our hands، ال our hands عندنا fingers، ال fingers دي بتبقى bendable. يعني ايه bendable؟ بنقدر نتنيها كده ونفردها to catch and hold things. يبقى احنا عندنا ده structural adaptation، ربنا خلق لنا ال fingers بتاعتنا بالشكل ده to catch and hold things. teeth in our mouth، هنلاقي شكل التيس عندنا متصممة بشكل معين to cut and grind food. يبقى التيس بتاعتنا اللي ربنا خلق لنا teeth in our mouth to cut and grind food. in summer طبعا ده structural adaptation. In summer we wear white clothes and light. In summer بنلاقي كده لو الجو hot بنبقى لابسين حاجات light، يعني هدوم خفيفة، وفي الغالب بتكون white أو بتكون إيه يعني ألوان بتكون light، يعني ألوان فاتحة. يبقى بنلبس white and light clothes to keep our body cool. ليه؟ لأن الألوان light الألوان الفاتحة بتعمل reflection للsunlight، بتعكس الهيت بتاعت الصن، لكن الدارك ابسورب بتمتص الهيت بتاعت الصن. فان سمر وي وير وايت اند لايت كلوزز، بنلبس هدوم بتكون خفيفه وفي نفس الوقت ممكن تكون لونها وايت او فاتحه يعني تو كيب اور بودي كولد. ان اوبوزيت ان وينتر بقى، طب في الوينتر بيكون الجو كولد فاحنا عايزين نورم اور بودي، عايزين ندفي جسمنا، سو وي وير هيفي كلوزز. يبقى ان وينتر وي وير هيفي كلوزز تو كيب اور بودي وورم. طبعا هنا ان سمر ان وينتر يبقى ده بيهيفيرال ادابتيشن. ان سمر ان وينتر يبقى ده بيهيفيرال ادابتيشن، لان احنا بنعمل ده في السمر في الانتر بمزاجنا. اوكي طيب نيجي بقى الاكزامبلز عندنا الادابتيشن في الانيمالز. نمبر 1 البولر بير. البولر بير نلاقي كده عنده ايه؟ الفير طبعا هو بيعيش ايه؟ ان كولد ويزر، في الجو البرد، يبقى هو عايز يورم، عايز يتدفى، فربنا خلق له ثيك فير. ثيك فير يعني الفرو بتاعه سميك. ليه؟ تو وورم اتس بودي او تو كيب اتس بودي وورم. يبقى هو عنده ثيك فير to keep its body warm. طب في نفس الوقت وايت، ليه وايت فير؟ هو عايش وسط السنو والسنو وايت، يبقى to hide in snow او to make camouflage. البراون بير، البراون بير بيعيش في الفورستس في الغابات between the trees، فهنلاقي البراون بير عنده نفس الكالر بتاع التراكس بتاع التريز. يبقى البراون بير has dark fur او has brown fur to hide between a between trees او to make camouflage. نيجي بقى في الانيمالز اللي بتعيش في الديزرت. الانيمالز اللي بتعيش في الديزرت زي الكراكال، ده اسمه كراكال اللي هو بنسموه الدب القط الصحراوي، وعندنا الفينيك فوكس، وعندنا طبعا نعرف اشهر حاجه بتعيش في الديزرت الكامل. يبقى عندي هنا الكراكال والفينيك فوكس ومعاهم طبعا الكامل. لو خدنا بالنا هنلاقي ان هم ليهم نفس الكالر، الكالر بتاعهم بنسميه ساندي كالر. ساندي كالر يعني لون الساند. فالساندي كالر فير اللي عند الكراكال واللي عند الفينيك فوكس واللي عند الكامل to hide in a in desert او to make camouflage in desert. to hide or to make camouflage in desert. طيب في property تانية او character تانية كده موجودة عند الفينيك فوكس، انه عنده large ear. شوف عنده large ear. large ear دي بالظبط زي ما بقول ايه، احنا لما بيكون الجو hot جوه الهوم بتاعنا بنفتح الويندو open the window عشان يدخل ايه، يخرج الهوت اير ويدخل الكولد اير. اوكي نفس الكلام كده انا عندي الفينيك فوكس كان الايرز بتاعه دي عامله زي الويندو، كانها شباك بتخرج الهيت. يبقى الفينيك فوكس عنده لارج اير تو كول اتس بودي. طب ازاي هتبرد جسمه؟ باي لوزنج هيت. اللارج اير بتخرج الهيت الموجوده في البادي فبتبرد البادي بتاعه. يبقى ات هاز لارج اير تو كيب ايه
to keep cold أو to cool its body أو to keep its body cold by losing heat عشان عن طريقه بيخرج الهيت اللي في البادي بتاعه. طبعا الشيب اوف اير ده structural adaptation وفور يعني like فينيك فوكس ممكن لاقي بقى الرابت لاقي الدونكي بقى انت كده اي حاجة تلاقي عندها large ear اعرف ان هي بتبقى عندها strong hearing وفي نفس الوقت بتكون ايه to cool its body. حاجة كمان بيعملها الفوكسس والدوجز الفوكسس والدوجز بتعمل حاجة اسمها panting. يعني ايه panting؟ sometimes كده انت بقى ماشي والجو very hot وتلاقي الدوجز في الشارع بتعمل كده تلاقيه مطلع فاتح بقه وبطلع لسانه عمال يعمل كده ايه اللي بيعمله دوت بيبرد جسمه ده بنسميه panting. يبقى الفوكسز and the dogs pant يعني بتعمل الحركة اللي قلنا عليها دي to cool their bodies in hot weather عشان يبردوا جسمهم لان هو لما بيعمل الحركة دي برضو بيخرج الهوت اير من البادي بتاعه يبقى برضو to cool its body. يبقى ما يقولك reason foxes and dogs pant ليه بتعمل panting to cool their bodies in hot weather. اوكي طيب يبقى البانتنج دوت behavioral or structural ده behavioral adaptation لان ده حاجة بيعملها بمزاجه في وقت معين when it feels hot لما بيحس بالهوت بالحرارة بيعمل الكلام ده. طيب نيجي بقى عندنا دي بقى صاحبتنا دي اسمها ايه اسمها كاميليان. مين الكاميليان دي اللي هي الحرباية اسمها كاميليان. الكاميليان دي من اشهر الحاجات which changes its color بتغير الكالر بتاعها according to its environment على حسب الانفايرمنت المكان اللي بتعيش فيه بتغير الكالر بتاعها. يعني احنا هنا واقفة ما بين التريز فالجرين ليفز هتلاقي واخدها شكل لون الجرين زي الجرين ليفز. يبقى الكاميليان it changes its color according to its environment على حسب الانفايرمنت اللي بتعيش فيه. كمان عندها الايز بتاعتها سبحان الله غريبة جدا بتتحرك in opposite directions يعني ممكن التو ايز واحدة look forward والتانية look backward واحدة بتبص لقدام واحدة بتبص لورا واحدة بتدور على الفود واحدة بتراقب الطريق كده to avoid predators علشان عشان تبعد عن البريديتورز المفترسين. يبقى هنا ده طبعا شكل الايز بتاعتها structural adaptation. لكن when it changes its color بقى هي لما بتغير الكالر بتاعها يبقى ده behavioral adaptation يبقى دي بنسميها الكاميليان. اوكي طيب نيجي هنا بقى بيقول لي to differentiate between types of adaptation. احنا قلنا الادابتيشن عندي structural behavioral camouflage structural behavioral camouflage. الكاموفلاج في الغالب بيكون زي يعني حاجه يعني الكاموفلاج لو هو الكالر بتاعه ثابت ما بتغيرش يبقى ده نوع من انواع الاستراكشر ادابتيشن برضه. لكن لو هو بيغير الكالر بتاعه بمزاج يبقى ده behavioral adaptation. هنا قلنا الاستراكشرال يعني الشيب اوف بودي شكل حاجه ليها علاقه بشكل الجسم شكل جسمه كده شكل الاورجانس بتاع جسمه كده. البيهيفيرال ادابتيشن الاكتس او البيهيفير او الاكتيفيتي اوف ليفنج اورجانيزم والكاموفلاج الكالر بتاعه بيكون ذا سيم كالر اوف اتس انفايرمنت وهيلب ات تو هايد بتخليه يقدر يتخفف الانفايرمنت بتاعته. نيجي هنا نشوف عندنا ستراكشر ادابتيشن زي ما قلنا الفينجرز ان اور هاند ستراكشرال الثيك فير وبولر بير بولر بير عنده ثيك فير ان ذا ستراكشرال الساندي فير ان فينيك فوكس والكامل والكراكال لون الفير بتاعهم ساندي ده ستراكشرال. الايز اوف كاميليان شكل الايز اوف كاميليان هي بتحرك الايز ان تو اوبت دايركشن ستراكشرال. البراون فير اوف براون بير عنده براون فير ده ستراكشرال واللارج ايرز اوف فينيك فوكس ستراكشرال ادابتيشن. طب البيهيفير اللي عندنا زي ما قلنا ويرنج هيفي كلوزز ان سام ان وينتر ده بيهيفيرال. بانتنج اوف فوكس اند دوكس بيهيفيرال. ليزرد لوكينج فور شيد اريا تو كول اتس بودي نيجي مثلا لو في ليزرد عايشه في الديزرت فالديزرت فيري هوت فتيجي بقى ان هي ايه بتدور على مكان عشان ايه تو كول اتس بودي فتدور على شيد اريا يعني مكان ظل زي بالظبط انت لو واقف في الشارع بتقف الجو في وقت الظهر كده والجو حر بتقف في وسط الصم في عز الحر كده الشمس ولا بدور على شيد اريا على شادو على ظل بدور على شادو تو كول اتس بودي. يبقى الليزرد لوكينج فور شيد اريا بتدور على شيد اريا تو كول اتس بودي ده بيهيفيرال ادابتيشن. كاميليان تشينجز اتس كولر قلنا هي طالما بتتشينج بمزاجها يبقى ده بيهيفيرال ادابتيشن. بيردس مايجريشن يعني ايه يعني هجره الطيور بعض البيردس بتعمل مايجريشن من الكولد بليس للورم بليس ان وينتر في الشتاء لما يكون الجو فيري كولد في اوروبا مثلا فنلاقي ان في بعض انواع البيردس بتهاجر لافريقيا او تيجي مثلا ايجيبت علشان الجو بيكون وورم طبعا ده برضو behavioral adaptation. طبعا اتفقنا ان الكاموفلاج طالما الكالر نفس الكالر بتاع الانفايرمنت يبقى to make camouflage. الوايت فير بولر بير عنده وايت فير to make camouflage. البراون بير عنده براون فير to make camouflage. ان تري الكالر اوف كاميليان تشينج اتس كالر to make camouflage. الساندي كالر فير بتاع الفينيك فوكس to make camouflage. الانيمالز بقى دي اللي احنا بنتكلم عنها بنقسمها لتو تايبس بريديتور وبري.
مين طبعا بص ربنا خلق كل حاجه يعني كل الكائنات معتمده على بعضها. ففي كائنات بريديتورز مفترسين، في كائنات برايز الفريسه. البريديتور انيمال ويتش ايتس انذر انيمال، انيمال بياكل انيمال تاني يبقى ده اسمه بريديتور. طيب ذا انيمال ويتش از ايتن باي انذر انيمال، الانيمال اللي بتاكل ده بنسميه براي اللي هو الفريسه. البريديتورز يعني مثلا اللاين بريديتور وين ايت ذا دير يبقى الدير دي براي. طيب السنيك مثلا ايت الفروج يبقى السنيك بريديتور والفروج براي. طب لما الفروج ايت الانسكت يبقى ساعتها الفروج بريديتور والانسكت براي، يبقى ممكن يبقى نفس الانيمال بريديتور مره وبراي مره. يبقى البريديتور انيمال ويتش ايتس انذر وان، براي ذا ايتن انيمال الانيمال اللي بتاكل الغلبان، يبقى الشرير بريديتور انيمال ويتش ايتس انذر انيمال. The animal which is eaten by another animal، animal بقى اللي بتاكل بنسميه ايه؟ بنسميه prey. انا كده مثلا عندي ايه لو الكاميليان مثلا من كاميليان catch insect صادت insect to eat it، يبقى الكاميليان البريديتور والانسكت ايه؟ prey. لكن مثلا لو قلنا if the snake eat the fennec fox يبقى الفينك فوكس ساعتها هيبقى prey والسنيك هيبقى predator. when polar bear eat the penguin يبقى البولر بير بريديتور والبنجوين ايه؟ برين. طيب تعالى نطبق كده ونحل الاكسرسايز بتاعتنا. Really the color of fur in fennec fox help it to survive in a هو الفينك فوكس live in a desert. The color of brown bear help it to احنا قلنا البراون بير بيعيش في الفورست. From types of adaptation احنا عندنا قلنا انواع الادابتيشن structural or behavioral يبقى سي. The type of adaptation in shape of our fingers. Our fingers. طالما شكلها كده يبقى ده structural adaptation. During raining you wear a hat or use umbrella. جو بيمطر فانت لبست هات او مسكت umbrella. اللي انت عملته ده اسمه ايه؟ اسمه behavioral adaptation. وانا ربنا خلقني كده وانا ماسك الهات او الامبريلا؟ نو. No. انا استخدمتهم when ايه؟ when او during raining. During the hot day. جو very hot. Fennec fox lay in ايه؟ in his burrow. الفينك فوكس لما بيدخل يستخبى في البورو الجحر بتاعه to cool its body. يبقى ده بيعمل ايه؟ بيعمل behavioral adaptation. هو ربنا ما خلقهوش جوه البورو، هو بيخرج ويصطاد الكلام ده كله لما بيلاقي الجو هوت بيروح داخل الجحر بتاعه. The penguin has blood vessels. البنجوين هنلاقي الفيت بتاعته فيها blood vessels او عادة دموية بتعمل ايه؟ بتورم البلد، فبتورم البادي بتاعه. طب البلد فيسلز دي اللي موجودة في الفيت بتاعت البنجوين to warm its body and prevent freezing its feet. احنا لو وقفنا شوية على الايس our feet will be freezed، رجلنا هتتجمد. طب امال البنجوين ليه الليجز بتاعه ما بيحصلهاش freezing؟ لان يعني عنده البلد فيسلز دي warm the blood، بتدفي البلد اللي في الفيت بتاعه فبتمنع الفريزنج. فطبعا ربنا خلق له البلد فيسلز كده يبقى ده structural adaptation. The barberry fig. مين البربري فيج ده؟ التين الشوك اللي احنا بناكله دلوقتي في الصيف كده الجميل دوت. ده بيعيش في الديزرت، عنده ability to store water. وباي ذا واي كل البلانتس اللي بتعيش في الديزرت ربنا اداها ability to store water، عندها characteristics معينه واحنا هناخدها خلال الكريكلم بتاعنا في المنهج في برايمري فنلاقي اكزامبلز كتير على بلانتس بتعيش في الديزرت وكان ستور ووتر بتقدر تخزن الووتر. طبعا ده ستراكشر ادابتيشن ربنا خلقها بيه. كامل هاز ساندي فير تو هايد ان ساند اوف ديزرت. الكامل عنده ساندي فير علشان يهايد. طبعا ساندي فير وهايد ده يعتبر ايه؟ طبعا يعتبر كاموفلاج. وفي نفس الوقت الساندي كولر فير بتاع الكامل بيتغير ولا هو ثابت؟ لا ده ثابت، يعني ربنا خلقه بيه كده، يبقى هو ستراكشر وفي نفس الوقت كاموفلاج. The fennec fox has large ears. الفينك فوكس قلنا اللارج ايرز بتاعته دي like window to cool its body. Complete يعني هنكمل الميسنج وورد. The function of teeth in our mouth is to eat. هي التيس بتعمل ايه؟ cut and grind food. تقطع الفود وتطحنه كده. The crocodile and the fennec fox have a colored fur. الكراكول والفينك فوكس بيعيشوا في الديزرت، دول عندهم ايه؟ عندهم sandy colored fur. لون الفير بتاعهم ساندي. The chameleon changes its color to make ايه؟ طالما بتشينج حاجة لها علاقة بالكولر to make camouflage. Barberry fig قلنا التين الشوكي lives in desert so it has ability to store water. بيعيش في الديزرت فربنا اداله صفة انه يقدر يستور يخزن الوتر.
براون بير هاز دارك فير. الكالر بتاع البراون بير دارك، لونه غامق. This is ايه adaptation، هو ربنا خلقه دارك فير ده، هو خلقه كده. يبقى ده structural panting of foxes. الفوكس قلنا هي والفوكسز والدوجز pant to cool their body، والpanting ده بيعملوه بمزاجهم لما بيكون الجو hot. يبقى ده ايه؟ ده behavioral adaptation. migration of birds from cold to warm climate. البيردز لما بتهاجر من مكان cold لمكان warm، ده طبعا behavioral عشان هما بيعملوا الكلام ده ايه في وقت معين من الـ year. From animals which have sand colored fur to help them live in hot desert. خدنا examples على animals بتعيش في الديزرت عندها sandy colored fur، اللي هما مين؟ كراكال، فينيك فوكس، and camel. Adaptation help a living organism to survive and reproduce. لما يجي يقول لي the importance of adaptation for living organisms، ايه اهميه الادابتيشن for living organisms to survive and reproduce. From structural adaptation in fennec fox، حاجه كده ربنا خلقها في شكل الفينيك فوكس زي large ears. طب حد يقول لي ميستا مش هو برضو الساندي كولورد فير بتاعه structure؟ yes، يبقى ممكن اكتب structural adaptation large ears او الساندي كولورد فير. behavioral adaptation in fennec fox، طب حاجه بيعملها الفينيك فوكس بقى behavioral panting. panting لما هو بيقعد قلنا بيعمل كده to cool its body. rise the scientific term اللي قلنا عليها ايه؟ حل الفزوره. characteristic in living organisms help them to survive and reproduce. ده ايه؟ ده الديفينيشن بتاع مين؟ الادابتيشن. a type of adaptation، type نوع من انواع الادابتيشن. قلنا الادابتيشن يا اما structural يا اما behavior، وممكن يكون كمان camouflage. which includes the structure of living organism's body. الادابتيشن اللي فيه الستراكشر، فيه شكل الليفنج، طالما استوى اهو ستراكشر يبقى structural adaptation. طب adaptation in acts and behavior، التصرفات والحاجات اللي بيعملها living organism، يبقى اسمها ايه؟ behavioral adaptation. ability of organism to blend in with color of environment. blend in دي يبقى منسجم متناسق ليه نفس الكالر. يعني blend in دي معناها ايه؟ معناها have the same color. والليفي اورجانيزم هاف ذا سيم كولر، ده بنسميه ايه؟ بنسميه كاموفلاج. اتس كولد ايه؟ كاموفلاج. انيمال ويتش ايتس انذر انيمال، الانيمال اللي بيقيت التاني بنسميه بريديتور، الشرير. طب انيمال ويتش از ايتن بقى، يا عيني الغلبان اللي بيتاكل، كولد براي. انيمالز ويتش بانت تو كول ذير بوديز، انيمالز بتعمل بانتنج. خدنا اكزامبلز عليهم الفوكسز والدوجز، ممكن نقول دول او دول او دول. foxes or dogs. animal which change its color according to surrounding environment. مين الانيمال اللي بتشينج its color؟ ايوه الكاميليون. animal which has white thick fur. مين ده اللي عنده white thick fur؟ صاحبنا طبعا مين؟ البولر بير. animal which has large ear. مين صاحبنا اللي خدناه عنده large ear؟ الفينيك فوكس. يبقى انا هنا بيقول لي فزوره وانا بقول مين. طيب قلنا كروس اوت اود وورد، يعني نعمل سيركل على المختلف. براون كولر ان براون بير، ساندي كولر ان كامل، بانتنج ان فوكسز. اللي هنا كولر وكولر يبقى ده كاموفلاج، لكن البانتنج ان فوكس اند دوجز ده ايه؟ ده بيهيفيرال ادابتيشن، يبقى ده غير ده. يبقى نعمل بانتنج ان فوكس اند دوجز ده بيهيفيرال ادابتيشن، انما ساندي كولر ان كامل والبراون كولر ان براون بير ده عباره عن ايه؟ ستراكشرال ادابتيشن، بيستخدموه تو ميك كاموفلاج. وايت فير، ثيك فير، ليف ان فورست، ليف ان سنو. طب اللي عنده وايت فير وثيك فير ده البولر بير وبيعيش في السنو، يبقى ليف ان فورست ده اللي مش معانا. لارج ايرز، بانتس تو كول اتس بودي، ليف ان كولد كلايمت، ساندي فير. طب اللي عنده لارج اير واللي بانتس تو كول اتس بودي ده الفينيك فوكس، والفينيك فوكس عنده ساندي فير لكن مش بيعيش في الكولد كلايمت. يبقى نعمل سيركل على دي كده اود وورد، كلمه مختلفه معانا مش هنستخدمها. جيف ريزن، طبعا جيف ريزن قلنا بيقول لي ليه.
living organism must be adapted with their environment. Must be adapted يعني ليه living organisms بيعملوا adaptation؟ يعني ايه فايدة adaptation؟ قلنا ايه؟ to survive and reproduce. يبقى adaptation to survive and reproduce. Polar bear has a thick fur. البولر بير عنده thick fur، تخين كده. ليه؟ قلنا البولر بير بيعيش في جو cold، يبقى too warm its body أو to keep its body warm أو to become warm. بولر بير has a white fur. white علشان هو بيعيش في snow، في snow يبقى حاجة ليها علاقة بالcolor. هقول له إيه؟ to make camouflage or إيه؟ or to hide in snow. يعني هقول to make camouflage أو to hide in snow عشان يقدر يستخبى في snow. the fennec fox pants like dog. فينيك فوكس بيعمل panting. ليه؟ to cool its body. the brown bear has a dark fur. البراون بير بيعيش في الفورست، والدارك فير ده ليه؟ ممكن برضه اقول ايه؟ to make اي حاجه لها علاقه بالكالر. قلنا نقول to make ايه؟ camouflage or to hide between trees. what happen؟ what happen يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني هو بيقول لي طب لو حصل كذا كذا ايه اللي هيحصل؟ the living organisms can't adapt with their environment. عكس الكلام اللي قلناه، هم بيعملوا adaptation to survive and reproduce. يبقى لو ما عملوش adaptation they can't survive. so they will they will die. living organisms لو ما عملتش adaptation هيموتوا. they will die. the fennec fox doesn't have large ear. مش احنا قلنا large ear بتاعت الفينيك فوكس to cool its body؟ طب لو مفيش large ear يبقى can't cool its body. بنعمل ايه؟ بننفي الكلمة، بننفي الجملة بتاعتنا. يعني the polar bear has a dark fur. هو البولر بير لو عنده dark fur هو عايش في السنو، السنو لونه white. لو لونه dark هيبقى باين قوي في السنو، يبقى can't hide. can't ايه؟ hide in snow. مش هيقدر يستخبى. chameleon can't change its color. طب لو الكاميليون ما عرفتش تغير الكالر بتاع، نفس الكلام، يا اما اقول can't hide can't ايه؟ can't hide. مش هيقدر ايه؟ تستخبى. can't hide or can't make ايه؟ can't make. ممكن اقول برضو can't make camouflage. or can't aim or can't hide. okay كده we have finished listen to. واللي احنا كنا بدأنا نتكلم طبعا عن الادابتيشن. طبعا احنا لما ندخل برايمري 4 هناخد examples بقى كتير عن الادابتيشن، بس احنا قلنا المين concepts اللي تخص الادابتيشن، ان انا ازاي افرق ما بين انواع الادابتيشن. دي اهم حاجه هناخدها في برايمري 4، ازاي تفرق ما بين انواع، ازاي تعرف ان ده كاموفلاج او ده structural او ده behavioral adaptation. ده اللي يهمنا جدا في الكورس ان احنا نعرفه، ان انا الادابتيشن بيبقى على حسب الانفايرمنت، والادابتيشن اعرف هو الليفنج اورجانيزم ده لو انا عارف بيعيش فين فهبقى فاهم الادابتيشن بتاعه ليه. وده اللي يهمنا ان احنا نخرج بيه من الليسن ده عندنا، ان انا ابقى عارف الانفايرمنت فابقى عارف نوع الادابتيشن اللي بيعمله الليفنج اورجانيزم. ثانك يو، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.